الحالة اللي رح نشوفها مشاهدينا هلأ حالة كتير غريبة، وهي حالة سارة يلي عمرها 19 سنة واللي آتي من المغرب لعنا على الاستوديو. وسارة بكل معنى الكلمة تبكي دم، بكل معنى الكلمة، ما بحاجة لشرح، تبكي دم. قبل ما نشوف الروبورتاج بدي أقول لكل الأشخاص اللي قلبهم حساس أو يلي ما بحبوا يشوفوا هول المشاهد أنه ما يحضروا الروبورتاج، يرجعوا على المقابلة اللي تعرفوا فعلاً شو هي حالة سارة، واللي بيحملوا يشوفوا خليهم يشوفوا الحالة بكل تفاصيلها. روبورتاج. صافي ما تبكيش. صافي سارة صافي. اه بابا ويا الله. السلام عليكم، أنا سارة، عمري 19 سنة، أنا مريضة وعاني بمرض أبكي دم من عيني. أول مرة نزل من عيني دم، ما بعرف، عم شوف فيني وعم شوف في المراية، عم أقول هادشي عن جد ولا لا؟ مو فهمان على حالي أنا، بينزل دم من عيني، راسي عم يوجعني كتير، راسي وكمان عيني بعض المرات ما بشوف. أنا شفت كتير أطباء للعين قالوا لي إنه عيونك ما فيهم أي شيء. استوديو معي سارة عكاوي. مساء الخير سارة. مساء النور. معي والدتها كمان لسارة، رح تكون معنا ست حياة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك حبيبتي. سارة خليني، يعني اللي شفناه بالروبورتاج وكأنه بصير كأنه نوبة، يعني شيء حالة بتصير أحيانا بدون ما تبكي على شيء أو تفرحي على شيء. هيدا الحالة بتجيني ما عندها وقت، بضحك بينزلوا الدموع أو ببكي بيختلطوا لي مع الدموع. يعني أنت ورد بأي لحظة تبكي دم فعلاً؟ ببكي دموع. إيه. بس بالأكثر ببكي دم. ينزلوا لي دم من دموعي. لما أول مرة خبرتي حدا إنه هيك بيصير معك؟ ما صدق. كذبوها كثير. وانا كمان كذبوني. انت كمان كذبتيها؟ لا، هم الدكاتره عندنا في المغرب كذبوني. قالوا هذا مستحيل، وبقول لهم اسالوا الناس اللي معايا في الاوضه في المستشفى، قالوا مستحيل. واني بكيت في هذه اللحظه، بكيت كثير مشان هما بيقولوا لي انت بتكذبي، وربنا لما بيريد يعمل حاجه بيعملها، ويا الطبيبة بتفوت في الصباح تعمل زيارة للمرضى وفجأة سارة تبكي دم. لما شافت سارة بتبكي دم هربت، ما بقت في الصالة. دكتورة هربت لي ولا يهمك. صحيح تألمت كتير مشان كنت بقول لهم سارة بتبكي، يقولوا مستحيل سارة تبكي دم، ما في طب اي واحد يمكن يبكي دم، ما في هذا الشيء، ما في. شافوا بعينهم صدقوا، يعني رجعوا صدقوا، شافوا بعينهم بعدين صدقوا. بعدين توسلتني وترجتني مشان اسامحها. سارة قد ايه هذا الشيء، يعني انت فايته حتى الدمع بعينك، عم تتفرجي على الروبورتاج الدمع بعينك، قد ايه هالشيء متعبك بحياتك؟
أول مرة قهرت كثير، بقول ليه أنا ببكي دم، تانيين بيبكوا دموع، تأثرت كثير. بس هيدا الشيء الله سبحانه وتعالى هو اللي ابتلاني، ما عندي شيء أعمل. في أحيان ما بتحطي حالك بمطارح لما يصير هالشي معك؟ يعني إذا مثلاً في مناسبة ممكن تبكيكي ما بتروحي عليها؟ ما أروح لمناسبات ولا لأعراس ولا أي شيء. هي ما بتشارك أي شيء؟ ما بتروحي؟ لا. في الأول بقول إنه هيك قاعدة على الطاولة مع رفقاتي أو مع عائلتي، ولو إجتني هيدا الحالة بخرج مشان ما يشوفوني، بحذر عيني. بتحسري حالك لما تبكي؟ ايه. لما يشوفوا اللي ايه. ما بدي ذكرك بمواقف وجعتك، بس اذا الدكتوره هربت، يعني شو صار معك اشياء احيان ما بتنسيها او ما بتسامحي حدا على رده فعله؟ انا سامحتهم كلياتهم، بس وانا كمان بقول لهم انه ما صدقوا، دموع من العين. حالة غريبة، أول حالة أنا بصراحة ما صدقت. أول مرة شفت راسي في المراية عم أقول عن جد ببكي دم. هلأ سنة، صار لك سنة هيك؟ سنة، كل يوم كل يوم. هلأ تعودت على حالي. كل يوم بتبكي دم؟ كل يوم. يعني كأنه بينزلوا مطارح لحالهم بلا سبب؟ إيه بلا سبب. بس مثل ما شفتك بالريبورتاج كنت كثير عم بتصرخي، يعني في وجع؟ في وجع؟ ايه كثير وجع. كل دمعة دم بتنزل من عيني ببكاء، بغوت كثير. هذا الشيء بيألمني كثير انا. طيب الغريب انه يعني امك خبرت انه في دكتوره هربت وفكرت، فرجتك على اكثر من طبيب، يعني ولا حدا قدر من هالاطباء يشخص الحاله مزبوط شو سببها واذا لها علاج؟ لا، في المغرب ما شخصوا حالتي، بس رحت لاسبانيا، هنا دكتور قال لي انا رح شخص حالتك. اي بس تكاليف كثير كبيره. شو قال لك؟ فحصك؟ ايه فحصني. ايه وشو قال لك؟ هالشي بيتعالج؟ بيتعالج بس مع وقت. بده وقت. قال لك سببه شيء؟ لا لسه ما قال لي سبب. طيب نحن على كل حال يعني حكينا بقضيتك مع اكثر من طبيب، مع اكثر من جهه، وقدرنا نأمن شخص يتولى هذا الموضوع باذن الله انه يقدر يشخص ويعرف، لانه هذه حاله نادره كثير ومش الكل سهل انه يشخصها. ورح نوصلك فيه ورح نتابع على الموضوع معه. طيب شو بس هلا انا اعطيت كلمه لدكتور في أيه. اسبانيا بدا معي في فحوصات وبدا معي في كثير شغلات، ما بدي اقول له لا. يعني حسيتي انه عنده في حلول كثير ممكن تلاقيها؟ طب التكليف اللي عم تحكي عنها شو بتعرفي قد ايه حجمه؟ لا ما بعرف معها. بس على كل حال نحن بندعي كل الاشخاص اللي هلا شافوكي وشافوا الريبورتاج انه اذا في امكانيه انه يدعموكي بهيدا الشيء ويساعدوكي لتوصلي للطبيب اللي قلتي عنه الاسباني تنلاقي حل لهذا الموضوع. شو بدك تقولي لاصحابك ساره؟ انت قلتي لي سامحتهم كلهم لما سالتك شو رده فعل اصحابك، قلتي لي سامحتهم كلهم. سامحتهم. يبدو انه كان في حدا قاسي فيهم. لا مو قاسي، عندما بيشوفوني هيك بيبتعدوا عني، عم بيفكروا انه مرض كثير خطير. بس هذا مو مرض خطير، بيفكروا انه بخافوا على حالهم يعني. ايه. في كمان حدا كان قايل تعابير لها علاقه بالجن والشيطان واشياء من هالنوع، سمعت هيك كلام؟ صحيح، قالوا كثير من ده بان في ممكن يكون جن، بس في الحقيقه لا مو جن. حالتها طبيعي، بتاعي الطبيب مش بتاع الجن. أصلها حالتها هي كتير بتدخل في غيبوبة كتير. أصلهم في إسبانيا لما راحت تتعالج هناك قال لي لازم تراقبيها كتير مشان ما تدخلك في غيبوبة وما تفي. في خطر يعني؟ قال لك محل في خطر. هو الدم بوقف لوحده؟ لا أكيد. أنا عندي دم مثل ماء،
اذا جتني هيدا الحاله ما جلست كنت نايمه هيدا الدم بيطلع لي للمخ وبيدخل في غيبوبه ممكن ما اقوم شهر شهرين. اه يعني بتكوني بوضعيه انك قاعده ليقدروا الدموع ينزلوا من عيونك وما يطلعوا على راسك. اذا كنت نايمه وجتني هيدا الحاله بتطلع للمخ. طب وكيف تعملي لما تجي هالحاله انت نايمه؟ مين بيراقبك يعني؟ قاعده بتنامي بوضع تسهري عليها كل الليل يعني؟ سهر عليها كثير وما ما اكذب عليك ما عندي اولاد اخرين ما انتبه لهم لا لبسوا ولا اي حاجه في البيت ما بتهمني اي حاجه في حياتي الا ساره بنتي. اطلب ربي يوقف معانا مشان تشفى ان شاء الله. الله يخليها ويريحك. اي نشاط انت بالحياه فيك تعمليه عادي طبيعي ولا كمان بدك تراقبي حالك اذا وصل الدمع توقفي؟ في اشياء قال لك الحكيم ما تعمليها مثلا؟ كثير اشياء مثلا مثل الشمس ما بخرج كثير بالشمس لان دمي بيسخن وكمان بينزل دمي كان بفور الدم مثل ما بقولوا التعبير يعني وكمان الماء الساخن اتدوش بالماء الساخن لا وكمان اكلي اكلك؟ ايه شو؟ ما اكل الا الحاجه اللي مفوره المغليه منيح قصدك يعني؟ ما فيها لا زيت لا ملح لا زيت ولا ملح ولا اي شيء. يعني في طريقه معينه بالحياه بدك تعيشيها وفي كمان الاشياء اللي عم تعاني منها بالمحيط وفي انه ساره احيانا بتحبس حالها مشان ما اروح لاي مكان اجلس في البيت فقط مشان ما حدا يشوف هالشيء وتصير هي القصه. ايه ما هيك؟ بتزيد على أمل بتزيد إنه. تتعب لما بتسمع البنات بيقولوا اوه بتزيد تأثر عليها الحالة. في هذا الشيء يعني في كثير ناس ما عم تتفهم انه هيدي حاله مرضيه وبعدها عم تحكي فيه و في ناس كثير في ناس كثير. على كل حال على امل انه الناس تفهم انه هذا الشيء مش الناس اللي عم ضايقك تفهم انه هذا الشيء مش بايدك وهيدا حاله مرضيه. انا برجع بقول لك انه نحن جاهزين لكل الاشياء اللي نعرضك على طبيب وحكينا مع حدا. وبالنسبه للموضوع اللي انت مصره عليه بتامل انه كثار من الناس يقدروا يساهموا معنا انه تحققي يعني حلمك بانه تشفي من هذه الحاله. ان شاء الله بتمنى هذا الشيء. سلامتك سلامتك. ربنا يخليك ويطول عمرك حبيبتي ريما.